أيها الأخوة، سلسلة جديدة اخترت لكم فيها من بين مئات الآيات التي تتصدر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا 30 حلقة إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا كان الأمر مصيرياً يقف متحفزاً، عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاماً. هل تعامل زوجة ابنك وهي عندك في البيت كما تتمنى أن تعامل ابنتك في بيت أهل زوجها؟ الولاء والبراء الركن السادس من أركان الإسلام. في آيات كثيرة متعلقة بالربا، وشيء يقسم الظهر، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. لو ربيت أولادك، لو نصحت المسلمين، لو أديت الواجبات بالتمام والكمال، هذه الآية تبين أخطر ما في الدين. تأتيه دعوة من الله ليصلي، دعوة ليصوم، دعوة ليحج بيت الله الحرام، دعوة ليؤدي زكاة ماله، دعوة ليكون صادقاً، دعوة. وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.